وعليكم السلام ورحمة الله فاتي بشير. المهم غنبدا لكم على ما يلتحقوا بينا الدريات الله يوفقكم. من العاده راه غادي يبقى مسجل حتى اللي فاتها شي حاجه راه غادي ترجع تتفرج. الى ما جاوبش على شي كومونتير ولا شي حاجه ما ديروهاش مني قلت الصواب. راكم عارفين اليوم اللايف ان شاء الله راه غادي نحاول نلبس لكم فيه اللبيسات، داكشي ما غاديش نقدر نجاوب على جميع لي كومونتير، ولكن الرقم ديال التليفون راه كاين في القناه. اي سؤال اي المهم اي حاجه بغيتو تسولوا عليها ما جاوبتكمش هنايا تواصلوا معايا في الواتساب ان شاء الله راه غادي نجاوبكم كاملين باذن الله تعالى. الكوليكسيون ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون خاصه بالربيع، توب يعني ديالها دومي سيزون، ما هو سخون ما هو بارد، يعني توب دومي سيزون. جبت لكم موديلات غزالين بالنسبه للبنات اللي ديجا كانوا متبعيني من العام اللي فات، راه غيكونوا عاقلين على الكوليكسيون اللي بحال هذه ديال العام اللي فات. كانت واحد الكوليكسيون واعره ديال مارك ديفرينا، الا عقلتوا عليها راه كانوا فيها دي زونسومبل بحال ما هكا بالصايا بالسروال، كانوا فيها كسيوات وتونيكات، تبارك الله كوليكسيون على قدها ما شاء الله، طارت بلا سولد بلا حتى شي حاجه، طارت في ليله واحده ما شاء الله اللهم بارك. ولكن فريمون موديلات اللي هي واعره وكتستاهل وقليله، يعني كيف ما كنت قلت لكم العام اللي فات يعني السيريات يجوا فيها جوج القطع فقط، داكشي اللي خلاها دغيا تبارك الله طير. غادي نبدا لكم البنات. كاين هاد لو موديل هذا اللي لابسه انا هنايا، هو عباره على تونيك بلا جوب ديالو، هذا البنات راه قطن 100% قطن، توب هانتوما ديال القطمه كيتيري واحد الشويه، كيجي فيها هاد الموتيف هكا ديال الجياب على هاد الشكل هذا، كتجي من اللور طويره باش كتعطي كتستر هاد لابارتي هادي، من القدام كتجي طالعه بهاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. التوب ديالها رائع جدا جدا جدا، المميز في هاد التشكيله البنات هو التوب، هو الجوده ديال التوب شي حاجه اللي خطيره بزاف. كاين هاد الموديلات فيهم لاطاي اون ولاطاي دو، لاطاي اون البنات كتلبس 40 42 ولا طاي دو كتلبس 44 ويمكن حتى 46. غادي نشوف معكم المقاسات ان شاء الله ملي تبغوا دوزوا لي كوموند ديالكم، ديك الساعات غادي نشوف معكم المقاسات على حسب الكتف وعلى حسب الصدر. اما بالنسبه لي هونش وهذا هاد لو موديل يعني راه مستور، غادي يبقى غير القياس ديال الصدر هو اللي غادي نبازيو عليه ان شاء الله. كي قلت لكم في لاطاي اون و دو، لاطاي اون كتلبس 40 42 ولا طاي دو كتلبس 44 ويمكن 46. هانتوما شوفوا الجوده ديال التوب كيفاش داير، شي حاجه اللي غزاله بزاف. جوج قطع فقط اللي متوفره في هذا الموديل هذا البنات ب 500 درهم، كيبقى ب 500 درهم فقط. غادي ندوز لكم موديل اخر، حاولوا اليوم تصبروا معايا البنات لحقاش كي قلت لكم اللايف راه غادي يكون فيه التبديل، يعني غنبقى نطلع لكم واحد الشويه. كاين هاد لو موديل هذا حتى هو كيف ما كتشوفوه جايه لا جوب دغوات ومعها لا تونيك على هاد الشكل هذا، دائما هاد القصه هكا ديال هاد لابارتي اللورانيه كتجي شويه طويله، كيجي على هاد الشكل هذا مخلط باللوينات بين الزرق وبالنوار، توب دائما قطن التكماش ما تديوش عليه راه السلعه يلاه جبدات. من الكراتن خاصها واحد السيمانه على الاقل تبقى معلقه باش تطلق، ماشي شي توب اللي محتاج المصلوح وانما خاصو غير يبقى معلق وراه كيتطلق هاد التوب بوحدو بلا مصلوح. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي البنات، هذا هو الموتيف ديالها كيجي هكا على هاد الشكل هذا،
الثوب ديالها ناعم جدا جدا جدا، وماشي شي حاجه اللي غادي تحبب هاد هاد الماركه هادي. انا ضامنه لكم الجوده ديالها حيت ديجا بعت منها، ديجا خديت منها العام اللي فات. فريمون موديلاتها واعرين، وداوهم الناس وكيشكروهم بزاف بزاف. ما خسروش لهم في الصابون، موقع بهم لا دباته فيهم هاد العيبه هادي هكا في الجنيب. هادي لاطايبين اللي لابسه انا هنايا، كنعتقد ان راه غادي تلبس لاطاي 40 و42، فيها لاطاي واحد كتلبس 40 و42 وفيها لاطاي جوج، غتلبس 44 ويمكن 46 كي قلت لكم حتى نشوف معكم المقاسات. كاين فيها هاد اللوين هذا الازرق مخلط بالنوار، الازرق قلت لكم مخلط بالنوار، وفيها لوين اخر اللي هو هذا، فيها البنات هاد اللوين هذا الاخر غري مع النوار ديالو، كيجي على هذا الشكل. هذا الثوب ديالهم رائع البنات، شي حاجه اللي غزاله بزاف بزاف. هادو البنات زوينين على ضمانتي، لا من ناحيه الديزاين لا من ناحيه الثوب، شي حاجه اللي رائعه جدا جدا. وين كاين هاد اللوين وكاين هاد اللوين في هاد الموديل، جوج اللوينات فقط البنات. ديروا السكرين تواصلوا معايا في الواتساب 06 89 25 21 62، 06 89 25 21 62، تواصلوا معايا في الواتساب باش دوزوا لي كوموند ديالكم. الكميه راها جد محدوده البنات، يعني ما تسناش من هنا لغدا ولا بعد من هنا اليومين تلقاي لاطاي ديالك، يعني انت وزهر كل وحده وزهرها. ولكن المهم راه المقاسات جد محدوده. سير تكتبي كتابتك اسهل، سير الله يرضى عليك حبيبتي. مالك عطيتي؟ وي زهير. واخا ماشي مشكله، سير كملي عشاك وكتبي كتابتك. كي قلت لكم مع فيهم كل موديل كنوريكم فيه جوج البياسات فقط، كتكون بياسه لاطاي اون وبياسه لاطاي دو، يعني حاولوا ما امكن الموديل اللي عجبكم البنات دوزوا فيه لا كوموند ديالكم قبل ما يتسالى. كاين هذا اللون الازرق البنات فيه جوج البياسات، وهذا اللون هذا الرمادي غامق مخلط بالنوار فيه حتى هو جوج البياسات، المقاسات من 40 حتى ل 44 بالنسبه لكتلبس 46. تواصل معايا ونعطيها العبارات ان شاء الله. ندوز معاكم موديل اخر، خليكم معايا وكثروا من لي لايك البنات، كثروا من لي لايك باش اللايف يطلع للبنات اخرين. نحاول البنات نكون سريعه شويه في اللبس، ولكن غصبروا معايا راكم عارفين هذا الشيء ما ساهلش. كاين هذا الموديل هذا غزال بزاف بزاف، لا من ناحيه الثوب لا من ناحيه الديزاين، شي حاجه اللي متميزه، شي حاجه اللي جديده. عطيت الثوب ديالهم والله البنات ما تحتاجوش نشكروا لكم كل ساعه، الثوب ديال هاد لا مارك هادي خطير 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 بزاف بزاف بزاف. ما عمرني انا شفت القطن بهاد الجوده هادي صراحه تقال، ومريح مريح للجلد. وهادو البنات راه تلبسوهم دابا وتلبسوهم حتى في الصيف، يعني راه ما سخونينش نهائيا ما سخونينش. الثوب ديالهم راه ملائم جدا للجو ديال الربيع وديال الصيف ان شاء الله. شوفوا معايا هاد اللون الخضيضر شحال جاي غزيول، جاي رائع جدا. هذا ما كيجيش بالجويبات، كيجي فيه سنيسله هنايا، هذه راه سنيسله كتجي مخبعه ما كتبانش. لي ديدات كيجيو على هاد الشكل هذا باندا، والتحت هنا حتى هو كيجي باندا فيها فريقه من هنايا من هذا الشكل هذا. السروال ديالها ها نتوما كتشوفوا كيجي دروا، ما هو لارج ما هو سليم، كيجي البصله ديالو زوينه بزاف. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي في اللبسه، كيجي غزال. انا هنا لبسه لاطاي اون لاطاي واحد،
قلت لكم لاطاي واحد راه تلبس 40 و42، لاطاي 2 تلبس 44. هنا كيجيو فيها حروف، ما عرفتش تتبان لي هاد الكتابه ما عندهاش حتى شي معنى، المهم غير حريفات هكا. شوفوا اللون الخضر ديالها شحال جاي غزيول، اللانق ديالها كيجي على هاد الشكل هذا. قلت لكم هاد الزي هادي راه سنيسله غير مخبعه ما كتبانش، شتوها انتم، شوفوا كي كتجي. كاين عندي هاد اللون هذا فيه لاطاي 1 و 2، وكاين عندي الزرق ديالها باقي فيه بياسه وحده في لاطاي 2، يعني تبعت فيها واحد القطعه. هاد الموديل هذا تبعت ليا فيه ديجا واحد القطعه لاطاي 1. كاين هاد الزرق فيه لاطاي 2، والخضيضر اللي لابسه فيه لاطاي 1 و 2. قلت لكم من 40 حتى ل 44. بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا لاطاي 46 تواصلوا معايا باش نشوفوا القياسات ان شاء الله. انا هنا راه دائما كنلبس لكم لاطاي 1 باش يعني تاخذوا القياس عليا انايا. بالنسبه للطول انا راه فيا 1.62 متر، العرض فيا تقريبا 77 كيلو، لاطاي 42 كتجيني مزيانه. انا حماق لي الصراحه هذا اللون الخضيضر جاي غزال بزاف بزاف. قلت لكم هذا اللون الاثمنه ديالهم البنات، هادو كلشي الموديلات اللي وريتكم 500 درهم، خليت نفس الثمن ديال العام اللي فات، بالرغم انه هذا العام هذا راه كاين مشاكل كثيره، الاثمنه زادت، الديوانات زادت، كلشي 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 تزاد، ولكن مع ذلك حاولت اني يعني حاولت لامارج ديال الربح ديالي اني نقصها، نزلناها شويه باش نحاولوا ما امكن كي نحط لا كوليكسيون نخرجها تباع كامله باذن الله تعالى. المهم خليت نفس الثمن ديال العام اللي فات اللي هو 500 درهم. البنات ثمن جد مناسب بالنسبه للمقارنه مع الجوده ديال اللبسه، شي حاجه اللي طوب البنات. راه اون فوا تجلسي شويه يعني غير تبداي تخممي شويه مع راسك، والله ما غتبقى لاطاي ديالك في هذا. وديجا الناس خداوهم من عندي وعارفين بهذه الجوده هذه، عارفين بالقيمه ديالها ديال هاد لامارك هادي، والله الا واعره بزاف بزاف. راكم نتوما عارفيني راه ما كنشكرش لكم شي حاجه حتى كتكون فعلا كتستاهل. هاد الهضره راه غادي تردوا ليها البال مزيان في اللايفات ديالي، الحاجه اللي ردوا ليها البال ملي كنشكرها لكم بزاف عرفوا راها سميتو. ملي غير كنلبسها وكدوز مرور الكرام، المهم كتكون باينه البينات، راكم عارفين حتى حنا راه كنشريو السلعه غير على التصاور، وهذا مره كتصدق مره ما كتصدقش، مره كتكون غير شي حاجه مسلكه، مره كتكون شي حاجه واو حنا زهرنا. المهم هذا البنات شي حاجه واو 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 كيحمقوا الصراحه تقال البنات. اللون الزرق باقي فيه لاطاي 2، الخضيضر باقي فيه لاطاي 1 ولا طاي 2. غير البنات دوزي لا كوموند ديالك ما تعطليش، فريمون واعرين. السروال البنات راه ما تحتاجوش تنقصوا، راه ما طويلش بزاف، ولكن هذا لا يعني انه البنات الطوالات راه ما غاديش ياخذوا، حيت انا راه ديجا مطلعه حتى لهنايا، يعني راه انا مطلعه بزاف باش ما يجيش هابط. نورمالمون راه باقي كيف كاين واحد 15 سنتيم نقدر نهبطها هكا. المهم غير اللي بغيت نقول البنات اللي يعني هذا راه ما تحتاجوش تنقصوا السروال، راه سميتو. شوفوا السروال فيه واحد اللعيبه دايره هكا، هاد الخياطه دايزه فيه هكا، عطيه واحد لو شارم غزال بزاف، خلاته كيجي واقف على هاد الشكل هذا. المهم دي ديطاي لي هما صغيورين صغيورين، ولكن كيعطيو واحد لو شارم للبسه في شي شكل. نفس الشيء كيتكرر في هذه اللي بالزرق. توب ما نعاود ليكمش، رائع 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 جدا والله، الكميه جد محدوده. كل موديل كنوريكم البنات غترجعوا للايفات غتلقاو نفس خو هاد اللايف هذا بحال هاد الوقيته في العام اللي فات، نفس الهضره قلتها. جوج اللي بقاو والله العظيم البنات جلسوا حتى الا غد لي كيدوزوا لي كوموند كيتصدموا، كنقول لهم تقاده تقاده تقاده، تيقول لك ما فهمنا والو، ولكن فريمون راهم بياسات يستاهلوا الصراحه تكاع. غندوز لكم الموديل اخر، الموديلات هي متنوعه لكن الكميه في كل موديل قليله.
سمحوا لي البنات، عندي واحد الاتصال دغيا دغيا غنجاوب. سمحوا لي البنات. سلمى طفي كاع التلفازه بنيتي، عافاك طفي التلفازه عافاك. عندي واحد البنت مبلية بشي افلام قصيره في التلفاز في اليوتيوب كدلوكي غوتو. العجوزه مدبزه مع العروسه، عندي خانها راجلها. يا ناري كنقول لها انا باقي صغيره بنيتي على هذا الشيء هذا والو، كتحماق عليهم. جات مرت خويا كتفرج، خليتها ليها بليو وزادت تفرج يا بنيتي في الروسون، تفرج يا بنتي في شي حاجه اللي تنفعك. والو مقابله ليا المشاكل ديال الناس الكبار. والاغلبيه كيضلوا يغوتوا، داكشي اش كتسمعوا الصداع. المهم نكمل لكم واحد القضيه غادي نقولها لكم البنات، الله يسهل عليكم. الاتصال ممنوع، ما تعيطوش لي، الله يسهل عليكم في الواتساب. اللي بغات دوز لا كوموند دوزها باش نمشي معكم بالترتيب، الله يستر عليكم. راه ملي كتبقاو كتتصلوا كاين البنات اللي كيحترموا القانون، يعني هو قانون صراحه ديال بحال شي واحد اللي واقف شي مخبازه ولا واقف هذا كيتسنى نوبته هذا حتى كيدوز. كاين شي بنات الله يسهل عليهم كيحترموا القانون، يعني كيبقاو جالسين كيتسناو في الاخر تيبقاو بلاش، لحقاش كاينين تبارك الله شي وحدين. الله يسهل عليكم كلكم، كلكم راكم عزازات عليا والله العظيم، انا كلكم كنبغيكم الصراحه. الله ييسر امركم، الله يسهل على كل وحده جات تقدات من عندي، وكل وحده غير دعات معايا والو غير بدعاء. ولكن البنات الله ييسر امركم باش حتى شي وحده ما تقلق مني، يعني الاتصال ما كاينلاش الحل. انا كنهضر على الاتصالات ديال الواتساب، الاخرين بحال هكا الناس اللي بغاو يجيو هذا راه مرحبا بهم، غير المهم الاتصال في الواتساب عافاك سبقيني ولا شوفي الكوموند ديالي ولا هذا، الله يسهل عليكم ما كاينلاش. حيت راه ما غاديش نجاوب غير باش نقولها لكم من دابا، غير باش ما نتحرش، غير باش كل وحده تكون عندها الفرصه ديالها. الله ييسر امركم. نرجعوا هذا تقريبا الموديل كيشبه لهذاك الاولاني، غير الفرق كاين في الكتابه البنات، ما هو تقريبا له لو ميم، عنده هكا الباندا في ليديدات من هنايا نفس هاد الفتيقه هكا كيجي هكا من اللور، هي غير الكتبه اللي مبدله البنات. كاين هاد الموديل فيه هاد اللون نوار وفيه هاد اللون الكاشيري البنات، فيه جوج تلوينات تقريبا هو لو ميم، غير البزال سميتو غير الكتابه اللي مبدله، لو موتيف هنايا هو اللي مبدل، ما راه نفس السنيسله نفس الديزاين نفس كلشي. الاولاني كان فيه الخضر والزرق وهذا فيه هذا اللون الكاشيري. بالنسبه للسيده اللي قالت لي راه جايين فوق الركبه، فغي هما جايين فوق الركبه ولكن راه تيبقاو مستورين والطول ديالهم زعما راه مناسب للحجاب. المقاسات البنات دائما كتبقى واحد وجوج، لطي واحد كتلبس 40 42، جوج كتلبس 44 ويمكن 46 يمكن. بالنسبه للسيده قالت لي عندك عندي صداع دابا، واش مشى الصداع؟ الصوره ما واضحاش، عاش انا كتبان لي مزيانه، قولوا لي البنات واش الصوره فعلا ما واضحاش، واش باقي كاين الصداع؟ حاولوا كاع تشوفوا البنات قولوا لي الله يسهل عليكم. والله حبيبتي الى الثمن جد جد مناسب، كنقسم لك بالله بقى الثمن ديال العام اللي فات. البنات اللي ديجا متبعيني من عام هذا وعامين راه عارفين هاد لامارك هادي حطيتها ب 500 درهم، وانتم راه عارفين هاد العام شنو واقع. والله العظيم الا راه لا اله الا الله، كاين مشاكل كثيره 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 كثيره، راكم عارفين شنو واقع في تركيا، الليرة طاحت، الاثمنه الدوبلات، كلشي الاثمنه عندهم تزادت، حنايا يعني عندنا الديوانه والالزمه وما عرفتش، راكم عارفين شنو كاين. وداكشي علاش خليت نفس الثمن ديال العام اللي فات، ما بغيتش نزيد عليه الثمن، والله العظيم البنات الا جد مناسب. والموديلات راها قليله راه ما جاتش فيها بزاف، هي فعلا الموديلات مشكله، ولكن كل موديل كنوريكم كنقول لكم فيه جوج البياسات يعني اللي سبقات البنات. الصوره واش واضحه البنات؟ صافي واضحه واضحه الحمد لله. بالنسبه لي طي الكبار ان شاء الله غادي نجيبهم لكم،
وعد البنات بالنسبه لهاد الموديلات لي سبور غادي نجيب لكم فيهم المقاسات 46 54 ان شاء الله. راني كنقلب وراني كنبحث حتى هذا سميتو ان شاء الله، راه كاع الا ما لقيتش راه غادي هذا غادي نحاول ندير كوموند خاصه يخيطوها لي، نطلب بحال هكا ديال هادو ديال هاد لا مارك دافرينا، نقول لهم عافاك يخيطوا لي لي طاي الكبار، نحاول ناخذ واحد لا كونتيتي. هذا هو الاشكال، يعني الا بغيتي دير واحد الطلب خاص خاص الكونتيتي تكون كبيره، وانايا ما تنبغيش نجيب بحال هكا موديل واحد فيه بزاف. مهم الحمد لله دابا الصوت واضح، الصوره واضحه. نكملوا كي قلت لكم هذا في هذا اللون واللون كاشير اللي وريتكم قبل، الثمن كيبقى دائما 500 درهم، المقاسات 40 42 44 40 42 44 46 على حسب، حتى تعطيني المقاسات ديالك ونشوف ان شاء الله. غادي ندوز لكم موديل واحد اخر، هذا الموديل هذا صراحه انا حمقني، انا عشقته، انا لبسته تشوفوا وقولوا لي حتى نتوما شنو بان لكم. محرم انتي هزة يا سما، قلبي عليك ها؟ الله يسهل عليك ابنتي، لما سلكت بكتابتك باش تمشي تنعسي. يلا هانتوما البنات شوفوا معايا، هذا العشق، هذا انا صراحه سلام عليا صراحه تقال. الموديل البنات كيجي عند الركبه، هذا طويل، التوب ديالو هذا دومي سيزون، غليت شويه الخيط ديالو، هو راه خيط ولكن خيط رائع رائع رائع. يا ريت كانوا التونيكات ديال الصوف وديال هذا كيخدموهم بهذه الجوده هذه كنت غنعرم فيهم. مهم هذا خيط واقف كيف ما كتشوفوا، مستحيل مستحيل يتحبب هذا، انا نضمنها لك يستحيل يتحبب. شوفوا السروه حتى هو كيفاش داير، غنحاول نقرب لكم واحد البياسه باش تشوفوها عن قرب كيفاش دايره. عرفتي الجوده ديال هذه البياسه هذه خطيره والله البنات، انتم شوفوا شوفوا الثوب كيفاش داير، واعر واعر واعر، عنده الدوبلور يعني ما تخافيش اللحمه كيبان مع فيه بلايص هكا ترونسبارون، يعني عنده الدوبلور ما تيبينش. وشوفوا الجوده ديال الثوب كيفاش دايره، شي حاجه اللي طوب طوب طوب. عاوتاني شوفوا هذا كيفاش داير، هذا الا تحبب لكم انا نعاود نخلصو لكم، الصراحه واعر 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 بزاف. واه كيجي فيه هذا الموتيف ديال الجيب هنايا، هنا كوير ماشي كوير لا، واه تيبان بحال سكاي ولكن هو توب، يعني صبني وردي وصبني وردي راه ما غادي يخسر به والو. في الاول يمكن كيسحب لي كوير حتى قصته، دابا في الشوفه تيبان بحال الكوير بحال السكاي ولكن هو توب، يعني ما تخافيش منه في الصابون صبنيه، غير هو هذا التوب هذا حاول ما امكن انكم تصبنوه بالبارد، يعني ما تصبنوش بالسخون، راه التعليمات ديال الصابون ديال كل بياسه راه كتكون البنات في ال... كتكون يعني في التيكيته ديال اللبسه. مهم هذه البنات لا طيب اون لي لابسه انا هنايا، هذا الموديل راه جاي وافي على ما اظن، لا طيب دو في راه تلبس حتى 46 44 46، السروه ديالها كيجي على هذا الشكل هذا، انتما شوفوا كيجي زوين بزاف ومريح وانيق جدا، وتقدري تستغليه مع حويجات اخرين، راه ما كيجيش طويل، هو راه ماشي هو راه كيجي طويل زعما بالنسبه للطوالات راه ما تخافيش، ولكن راه ما كيجيش طويل بزاف، يعني بالنسبه لهذا راه ما تحتاجوش تنقصوا البنات، راه يكفي انك غير طلعيه شويه هنايا، راه الطول ديالو غادي يجي هو هذاك
انا صراحه هاد الموديل عشقته، كاين فيها البنات هاد لاكولوغ هادي جايه، ماشي غوج بغيك ماشي حمر، المهم لاكولوغ كيف ما كتبان ليكم هنايا كتبان في الكاميرا راه هي هادي، هذا ماشي غوج بغيك وماشي حمر، ما عرفتش شنو غادي نسميه، ولكن المهم راه لاكولوغ راه باينه في الكاميرا، وكاين فيه هاد اللون هذا، هاد الموف غامق، وفيه هنايا بالذهبي، هذا راه توب البنات، ماشي يعني ماشي شي جلد ولا ولا شي حاجه اللي خفتوها تقشر، راه ما غادي يوقع به والو في الصابون. هانتوما هذا الموف ديالو، بياسة غزالة بزاف، الموف راه بان غامق بزاف في الكاميرا، المهم هو فاتح واحد شويه على الصوره، الموف ديالو حتى هو فن بزاف بزاف بزاف، غير انا من عشاق هاد الالوان الناريه كيعجبوني الصراحه. كاين هذا وكاين سميتو الموف ديالو، هادو البنات كيبقاو ب 550 درهم، 550 درهم فيهم لاطاي 1 ولاطاي 2، لاطاي 2 راه هادي انا متاكده تلبس 46 حيت كنحس به جاي وافي، جاي وافي شويه على الاخرين، هذا بالنسبه لاطاي 2 فيه تلبس 44 و46، لاطاي 1 صعيب تلبس 40 البنات، هادي غادي تجي البنات اللي كيلبسوا لاطاي 40 غادي تجيهم شويه واسعه، هذا بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا 40 لا. نحاول نشوف لي كومونتير ديالكم شويه. لطيفه كرامي هاد السيده معقوله، الله يحفظك يا حبيبتي، الله يكبر بك والله يجعلني عند حسن الظن يا رب. بالنسبه لطاي 48 وما اكثر، غنحاول ان شاء الله نجيب لكم موديلات المره الجايه، حيت هاد لامارك هادي هكا كيخدموا لي طاي، فيهم غير هاد المقاسات هادو. سعديه واش يلاه بديتي؟ شحال فاتك هذا الموديل الرابع؟ المهم الله يفرغ يبقى مسجل. الله يحفظك ليا حبيبتي، الله يطول لي عمرك، حتى نتوما راكم معقولين وغزاله البنات، الله يسهل عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ بخير، معك مينا لامين من تيزنيت، اهلا امينه، مرحبا حبيبتي. راه هادو راه البنات كيطمات، راه توب هادو كيطمات لبيسات سبور، المهم كيطمات. امين يا ربي امين، الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير، الله يصاوب حبيبتي للجميع، والله يصاوب المسكين في هاد البلاد هادي. سلام بنتي رجاء الزين ديالي ما كاينش لاطاي ديالي اليوم حبيبتي السعديه، والله ما كاينه، ولكن وعد 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 غادي نجيب لكم لي طاي، كي قلت لكم لي طاي كبار في المكيطمات، وعد غادي نجيبهم لكم ان شاء الله. مرحبا لطيفه حبيبتي مرحبا. 38 شوفي البنات اللي كيلبسوا لاطاي 38 وكيلبسوا 46 غير تواصلوا معايا نعطيكم عطيوني العبار ديال الكتاف وديال هذا ونشوف لكم لاطاي اون واش تجي قدكم، حيت هو سميتو لي موديل اللي هما سبور واخا كيجيو بعض المرات شويه اللي تيجيو كبارين تيجيو اوفر سايز تيجيو زوينين في اللبسه، ماشي بحال المونطو والجاكيط ولا فيست، هذوك شويه تي خاصهم يكونوا جايين سور ميزور، عندك الكيطمان الموديلات اللي هما سبور واخا كيجيو واسعين معليش. ولاطاي 38 راه موجوده باقي عطى الله الخير في السولد، راه غادي نوريكم مازال لي سولد، عطى الله الخير في لي سولد، وفيه لاطاي 38 و40 الجد الجد. ندوز لكم البنات الموديل اخر الكساوي حبيبتي، راه دازو في اللايف اللي فات كانوا فيهم سولد دازو في اللايف اللي فات، غادي ندير لكم ان شاء الله مازال دي فيديو خفافين هكا ظريفين باش نوريكم لي سولد اللي دازو اشنو باقي فيهم اللي باقي مازال باغي يستفد منهم. نلبس لكم هذا الموديل، هذا اللي كنت اللي بنقول لكم دابا راه 550 درهم، كي قلت لكم هذا اللي حيدته دابا 550 درهم، اللي من قبل منه 500 درهم. غادي نلبس لكم موديل اخر،
كاين هذا الموديل البنات في هذا اللوين اللي صراحه متميز زوين بزاف، غير على ما اعتقد هذا الموديل شويه ما وافيش بحال اللي قبل منه. هذا بالنسبه للبنت اللي سولتني على الطاي 38، هذا راه يقدر يجيك. انا هني لبست لاطاي اون لاطاي صغيره، ولكن بالنسبه لاطاي 38 40 غادي يجيهم مزيان. هذا البنات لاطاي اون فيه غادي تلبس 38 40، يقدر تلبس حتى البنات 42 اللي كيكون فيهم بحال هكا الوزن بين، كاين البنات كيلبسو 40 ولكن تيكون فيهم بحال هكا في الوزن ديالهم ما تيفوتوش واحد 66 كيلو، راه تقدروا تلبسوا هذا. انا واخا كنلبس لاطاي واخا زايده شويه في الوزن 76، ولكن يعني هذا ما بيناش فيا، داكشي اش كنلبس كنلبس لاطاي 42. المهم كاين هذا الموديل هذا في هذا اللوين هذا الغزال، السروال ديالو كيجي نواغ، عرفتي الجوده ديال الطوبه وحق الله العظيم الى الحماق، عرفتي فن فن الطوب ديالهم الصراحه تقال ورطيب. بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم حساسيه واللي هذا، وحق الله الى هذا الطوب الى غزال بزاف بزاف. هذا البنات حتى هو كيبقى ب 500 درهم في هاد لاكولوغ هادي اللي لابسه انا هنايا، وكاينه فيه هاد لاكولوغ هادي بلو بيترول كتجي هكا على هاد الشكل، فيهم لاطاي اون و دو. لاطاي اون غادي تلبس 40 38 40، و دو غادي تلبس 42 و 44. فيها هاد اللوين هذا وهاد اللوين، جوج قطع فقط اللي كاينين من كل لولان بلاد بروفيت. انتم شوفوا كيفاش متميز زويون بزاف، رائع الصراحه تقال، شي حاجه اللي متميزه شي حاجه اللي ما دايراش وما ملبوساش، يعني ماشي كلشي لابسها. ديزاين ديالو شوفوا كيفاش كيجي داير على هذا الشكل هذا، كتب لي مكتوبه هنايا ما فهمتهاش ما عندهاش حتى شي معنى. المهم الفوق كيجي هكا هكا على هذا الشكل هذا، الكتيفات كيجيو طايحين تيجي هكا على هذا الشكل، جاي غزيول بزاف اللوين. انا الصراحه حمقني لا هذا لا البلو بيترول، لوينات اللي هي ماشي ملبوسه بزاف. تبارك الله على رجاء حوايجك لبس وعاود نرجع لاي 8 ان شاء الله نجي عندك للمحل، الحوايج اللي جات عندك من داك العام مازال كلبسهم. وما تنسيش لاطاي 36 بالصحه والراحه حبيبه ديالي، ونتمنى ربي ما يحشمنيش معاك وقت ما جيتي، مرحبا والف مرحبا، وحتى الا احتاجيتي شي حاجه نصيفطوها لك فين ما كنتي مرحبا بك. سعاد ناسي موديلات رائعه الله يحفظك حبيبتي. الكسيوات التونيكات غيكونوا في اللايف الجاي، غيكون لاغيفاج جديد. الكسيوات دوزتهم في اللايف اللي فات وان شاء الله راه درت فيهم كوموند، والمفاجاه اللي غادي تكون فيهم بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا لي طاي الكبار حتى ل 54 راه جايبه لكم الكسيوات. جايبه لكم كسيوات زوينين بالنسبه للبنات اللي كيكونوا جاي شويه عامرين قليل فاش تيلقاو الكساوي، يعني كاع الا كانت الكسوات تكون فيها على ديك لاطاي 46، جايبه لكم كسيوات فيهم لي طاي 54 وداك الشيء غزال. هادو ان شاء الله غادي نوجدهم لكم على حساب رمضان وعلى حساب العيد باذن الله تعالى. رجعوا للموديل هذا كي قلت لكم فيه هاد لاكولوغ هادي غزاله بزاف، هاد البلو بيترول جوج قطع فقط البنات اللي كاينين، هذا تلبس لاطاي 38 و 40 واحد، وجوج تلبس 42 و 44، جوج قطع في كل لون، جوج تلوينات جوج القطع في كل لون فقط البنات. الثمن ديالهم 500 درهم. هذا الموديل ديال لاجوب خليكم معايا نلبسو ليكم، سلمى كتكتبي يلا
كاين هذا الموديل هذا تنقادو شويه هادشي بس ما كنقدرش نلبسها ما عرفتش علاش كاينش مستحيل ضروري انا خاصني هذا سميتو اسمحوا لي وما تديش على هاد اللبسه هكا راه ما كنقدرش كنحس براسي كنتخنق والله العظيم الا كنحس بحال شي واحد يدير يدي في عنقو تيقجي من هنايا سبحان الله العظيم. المهم هذا موديل ديال لا جوب هذا البنات راه موديل صيفي يعني خفيف خفيف هانتوما شوفوا كيفاش كيجي يا لا طاي 1 ولا طاي 2 هذا البنات حدو لا طاي 42 لا طاي 1 فيه غادي تلبس 38 40 وهذا لا طاي 2 تلبس 42 حدو لا طاي 42 ما غاديش يلبس اكثر فيها البنات هذا الموتيف هكا كيجي على هذا الشكل هكا بحال الجلد بحال الجلد ديال الفعه هكا تيبري هنايا كتجي هكا على هذا الشكل من هنايا هي مطلوقه ولا جوب كتجي بليسي وراه عندها من التحت عندها يعني دوبلور يعني راه ما تخافيش اللحم ديالك يبان نهائيا يعني راه عندها دوبلور سترها موديل كيجي سبور كلاس يعني تقدري تلبسي كيف ما بغيتي لبستي مع سبادري غادي يجي زوين وحتى الا لبستي مع شي صبابات بحال ما هكا يكون فيه هاد لا كولور هادي مع شي فويليره فهاد لا كولور هادي غتجي لبسه كلاس وغزاله بزاف بزاف انا صراحه ما كنلبسش لا جوب ولكن هذا حمقني عجبتني بزاف بزاف انا دايره بحال الدراري الصغار عزيز عليا هادشي مفرفر هادي توكي مونطوغو بحال كتيكونوا مفرفرين هاد اللبسات اللي تكون فيهم هاد الفرفر تيحمقوني كنحس براسي برجعت لديك الرجاء البريشه ديال الابتدائي انا باقي عاقله على اللبسات اللي كانت كتلبسني الوالده ديما صيه هكا مفرفره عادي واخا نكبروا حتى نعيا ديما تيبقى فينا داك الدري الصغير اللي كيحن للطفوله السلام عليكم اختي الكريمه تبارك الله عليك الله يبارك فيك حبيبتي صفيه كاينه حبيبه ديالي في اكادير اكادير لارسال جميع المدن والدفع عند الاستلام اه مكتوبه بلاك عرفتي علاش ما لاحظتش انه بلاك حيت هذيك بي دايره بحال 3 داكشي علاش اه صافي ما رديتش معاه دايره بحال 3 داكشي علاش انا قريت غير ديك 3 لاك ما فهمتش شنو هي اختي من كاينه هادشي غزال كاينه في اكادير ارسل جميع المدن والدفع عند الاستلام مرحبا والف الف مرحبا بالنسبه للبنات اللي بغاو يجيو عندي رقم التليفون هو 06 89 25 61 62 06 89 25 61 غير تواصلوا معايا البنات وهذا ويكون خير ان شاء الله وديك الساعات اللي بغات تجي راه غنعت ليها اللي بغات شي كوموند ان شاء الله راه غادي يمشي معاها دقه دقه حتى نصيفط لها اللي تواتيها فرضا وقع شي مشكل ولا شي حاجه في لا كوموند ديالكم راه كترجعوها ان شاء الله وكنبدلوها لكم مرحبا بكم الله عليك تعاملت معاك نعمل انسانه الله يحفظك يا حبيبتي الله يحفظك الله يكبر بيك الله يجعلني عند حسن الظن الله يسهل عليكم حتى نتوما والله البنات شكرا لكم بزاف بزاف شكرا لكل وحده جات تقدات شكرا لكل وحده جات جابت صحاباتها لكل وحده غير بارطاجات القناه ديالي مع صحاباتها مع خواتاتها شي وحده غير قالت الله يسهل عليها الله يسهل عليكم من كل قلبي البنات كنطلب من ربي يسهل عليكم ولا قلت لكم راني كنبغيكم راني فعلا كنبغيكم في انا بلي بكم راه ما ساويه والو وما غادي نوصل لحتى شي بلاصه شكرا لكم من القلب البنات الله يسهل عليكم وحده وحده صراحه لباس رائع انا تقديت من عندك في الصيف داكشي روعه واش عرفتيني بنت اسفي صعيب نعرفك هنايا ولكن يفوت تهضري معايا في الواتساب غادي نعقل عليك حبيبتي تعامل جيد للاخت رجاء بارك الله فيك حبيبتي سعاد الله يكبر بك حبيبتي وعليكم السلام ورحمه الله يا هي طاهي اهلا كريمه مرحبا حبيبتي الغزاله الله يحفظك ليا غيزو ديما حوايجك واعرين نتوما اللي واعرات البنات والغزالات الله يسهل عليكم وراه بكم مستمره وبكم دائما كنحاول نجيب يعني شي حاجه اللي تعجبكم يعني بيكم نتوما بالتعامل ديالكم معايا وكتشبحيت كتشجعوني ان شاء الله راني غنبقى دائما مستمره وغنحاول دائما اني نحفظ الاذواق ديالكم ونجيب لكم يعني محسن واحسن ان شاء الله رجعوا البنات لهذا الموديل هذا كي قلت لكم في الفوق وفي لا جوب لا جوب راه هادو بالدوبلور هذا موديل صيفي ها نتوما كيف ما كتلاحظوا راه رقيق
هذا رخاء، لا يقل زعما الجو ديال دابا والصيف فيه البنات شحال من لون، ست دلوينات. كاين هاد اللوية اللي لابسه انا هنايا، حاولوا البنات ديروا سكرين اللوينات اللي عجبوكم وانا معاكم. هادو كي قلت لكم فيهم من لاي طاي من 38 حتى ل 42، ما غاديش يلبسوا اكثر. نعم ثاني تبارك المقلي هاد لاضات ما عرفتش لاضات، واخا جيبي شي حاجه نكتب لك لاضات، راه ستيلو نكتبها لك باش نقليها. فيها هاد اللوين الخضيضه، هذا خضير، شوفوا كيفاش جاي داير غزيو. هو المهم الالوان كيف ما راه كتبان في الصوره، هادي راه كتبقى نفس اللون فيهم كاملين. كاين هاد الخضير هذا البنات، فيها اللون البيج، شوفوا البيج تا هو شحال غزال، لوينات زويونه، الموديل رائع جدا جدا، خفيف والتوب ديالو زوين. نحاول نوريكم التوب عن قرب، راه ماشي شي توب اللي كيحبب نهائيا، راه صبني وردي. هاد لا مارك هادي التوب ديالها انا نضمنو لكم البنات، شي حاجه اللي طوب. قلت لكم كاين البيج، حاولوا ديروا سكرين اللوينات باش تخيروا اللون اللي عجبكم. كاين الكري فاتح، اليوم شحال الشهر؟ اليوم 10 16. هذا الكري البنات، وهذا النوار، شوفوا النوار شحال حليل، وفيها دائما نوار كيبقى هو ملك الالوان وسيدهم بامتياز. غنحاول ان شاء الله الا قدرت نلبس لكم هذه الموديلات كامله ونحطها لكم غدا ان شاء الله في الانستغرام. حاولوا تابوناو الانستغرام البنات باش تشوفوا الموديلات ملبوسه. وهذا البلو ماشي بلو مارين، بلو غامق البنات، حيت بلو مارين راه تقريبا ما تيكون حتى شي فرق بينه وبين النوار، هذا بلو غامق. شوفوا حتى هو شحال حلو شحال غزيول، كلهم البنات يجيو مع صبيبات ولا سبرديله في الفضي، وفيلاره في الفضي يجيو الحماق في اللبس. المقاسات ديالهم من 38 حتى ل 42 البنات، هذا للاسف ما فيهش مقاسات كبيره. ديما حوايج كواري، الله يحفظك حبيبتي غيزلان. انا كليا نقديهم الحوايج اللي شريت من عندك مازال كنلبسهم. غيزو بالصحه والراحه حبيبتي، الله يحفظك ليا. مركدي مرك، لو 16 فيفري. واش عندك اكريتور ولا كوبي؟ كوبي عرفت نكتبها. صافي عرفتي تكتب كوبي، يلا شكرا سيري. الثمن ديال هاد الموديل البنات سمحوا لي سمحوا لي بزاف، مع خاصة نعس داكشي خاصني نعاونها باش نمشي دغيا ترتاح. الثمن ديال هاد الموديل هذا 550 درهم. لاباس عليك، راكي عزيزة بزاف، الله يحفظك حبيبتي لي، الله يخطيك، وانا كذلك احبك في الله، الله يسهل عليك. واخا ما كايناش لا واعد واعد، شوفوا ما غادي ننسى حتى شي حد، واعد اللي طايل كبر ان شاء الله غادي نجيبهم لكم. هذا نيتين وخمسين اي، هضري معايا في الواتساب غادي نعقل عليك. نورا شكرا، بارك الله فيكم. ندوز لكم موديل اخر، خليكم معايا البنات. المهم الثمن ديال هذا ديال لاجوب 550 درهم، المقاسات 38 حتى 42.
كاين هاد الموديل البنات حتى هو جاي زوين شيك، هانتوما جاي لون واحد كيفما كتشوفوا، فيه هاد الباندا هكا كتجي هكا على هاد الشكل. لي زيدات البنات كيجيو هكا مجموعين، هنايا كيجي سامبل، السروال ديالها كيجي نواغ، لا كوب ديالو ما هي دغوا ما هي لارج ما هي سليم، يعني كتجي لا كوب ديالو دغوات جايه زويونه. اللور ديالو كيجي نواغ هكا على هاد الشكل هذا. توب كيف ما العاده شي حاجه اللي هي ممتازه جدا جدا، رطيب رطيب رطيب. انا جبت في الكاتمات صراحه حتى عييت، بحال هاد التوب هذا ديال هاد القطن في هادو راه صراحه ما عمرني شفت والله العظيم الا شي حاجه غزاله. الموديل هذا فيه لاطاي 1 ولا طاي 2، انا هنا راه لابسه لاطاي 2، لاطاي 2 غادي تلبس لاطاي 42 و 44 ولا طاي 1 غتلبس 38 و 40 38 و 40 والدو البنات غادي تلبس 44 و 42. بالنسبه للوينات ديالو كاين هذا اللون الغامق اللي الكري غامق اللي لابسه انايا، كاين فيه البيج، هذا راه غادي نلوح لكم ان شاء الله ملبوس في الانستغرام باللوينات ديالو كاملين، تشوفوا كيفاش كيجي داير. كيجي هكا بيج من القدام من اللور نوار، وفيه هاد لابوند هكا نوار، السروال كيجي نوار. السروال ديالو مر البنات راه غزال، تقدري تستغلي مع شحال ديال البيسات كيف ما تلاحظوا. غادي نوريكم ان شاء الله حتى التونيكات فهاد من بعد ما نسالي مع لي زونسون، واخا اصلا غير موديل واحد. غادي نلبس هاد لو بونطون وغادي نلبسو لكم مع التونيكات وتشوفوا كيفاش كيجي، كيجي رائع بزاف. المهم فيه البيج، كاين الكري فاتح، هذا كري فاتح. السروال ديالو كيجي على الكوب ديالو، حاولوا البنات ديروا سكرين اللون اللي عجبكم باش دوزونيش على كوموند ديالكم. فيها هذا الزريرق، هذا الزرق ديالو حلو بزاف، نتوما شوفوا كيفاش كيجي. اخر حاجه كنت كنتوقع انه هذا اللون هذا مع هذا الزرق هذا يجي مع الكحل، شوفوا الميكس كيطلع جا واعر بزاف بزاف. شي حاجه قيسها من هنايا، دي باين الكرتونه كانت مقطعه، جاب الله ما تشروطش. الحمد لله دخلها الغبره. المهم كاين هذا الزريرق، هذا المقاسات اللي قلت لكم من 38 حتى ل 44، الثمن ديالهم 500 درهم. وكاين هذا الخضيضه، شوفوا شحال حلو غزال زوين بزاف بزاف. جات معاك اختيار، الله يحفظك حبيبتي. لا طاي 38 حبيبتي راه كاينه في هادو، لي طاي الكبار للاسف حبيبتي ما كاينينش في اللايف ديال اليوم، ولكن كي قلت لكم غنحاول ما امكن اني غادي نجيب لكم كيطماك اللي زوينين ويكون فيهم مقاسات كبار باذن الله تعالى. هنا المقاسات ديال اليوم حدهم لا طاي 44 يمكن 46 على حسب الفصاله ديال كل وحده. المهم انا راه قلت لي دي طاي ديال كل موديل كنقولوا، بالنسبه لهذا راه يلبس من 38 حتى 44 لا اكثر. كاين هذا الخضيضر هذا، وفيها هذه جايه نوار هكا كتجي هكا على هذا الشكل، اللور ديالها هكا في الكري، السروال كري وكتجي من القطن نوار. كيجي الموديل غزال ورائع جدا في اللبسه البنات، ما تضيعوش كل لون. وريته لكم دابا في جوج القطع فقط، لا طاي 1 كتلبس 38 40 و 2 كتلبس 42 44. هنا راه لابسه المقاس جوج. اللوينات راه وريتهم لكم البنات، حاولوا تسكرينيوهم وتواصلوا معايا في الواتساب باش زعما دغيا دوزوا لا كوموند ديالكم.
انتما غير باش تاكدوا من الكلام ديالي، يعني راه ما كاينش كميه اللي هي كبيره. هانتوما جوج القطع، جوج قطع، هذا فيه ثلاثة، هانتوما جوج قطع، يعني البياسات راهم محسوبين البنات، ما تضيعوش الفرصه. يعني راه ما كنقول لكمش الكميه راه محدوده غير هكاك غير باش زعما نسربي نبيع، راه كنقول لكم الصراحه اللي كاينه. غادي ندوز لكم موديل اخر، غيكون اخر موديل لي زونسومبل، ومن بعد غادي نكمل لكم مع لي تونيك. العاده هي العاده. هذا بعدا غطي اون فيه، انا عارفه مولاتو مصياني عليه دابا اكثر من عام، وهي كتقول لي رجاء جيب لي عافاك دوك السراول، ثلاث مرات اللي عندهم سراول جوغين فيهم لاستيك من التحت. ما هي ما هي ما ها الله يرك الله على ما هي كيفا مع حبيبه ديالي هي الكاتمون. قولي راه ما نسيتكش. لا تقولي نسيتك. المهم ها هي ديالك بعدا لطيف اون، هادي راه معروفه مولاتها صحيبتي، واحد الطبيبه غزاله ما شاء الله عليها، الله يسهل عليها في حياتها. المهم ها هي، هذا البنات كيف ما كتشوفوا كيجي السروال جاي هكا مجموع من التحت بلاستيك جوغين هكا، لكن راه طويل اللي نافعو جانيه كتبان مزيان انه عنده داك لاستيك من التحت، كيجي عنده لاستيك حتى من ليديدات. بعد واحد الحاجه غنتفاهموا على بالنسبه للسولد، راه لي طاي 46 44 48 راه كتكون قليله بزاف، عندك 44 46 48 راه فرح الطال البنات كطير، يعني ملي كاع كتقال في السولد يعني كتكون واحد البياسه ولا جوج، ما تبغي ما يبقاش فيكم الحال اللي جيتو سولتوني عليها وقلت لك قلت لكم راه ما بقاتش، راه اصلا قليله السولد، راه تتبقى فيه بزاف غير لا طاي 38 و40 البنات هي اللي كتكون موجوده في السولد، بالنسبه لي طاي الكبار راه تيكونوا قلالين بزاف. مهم هذا بالنسبه للسيده حتى هي اللي سولتني على الطول، هذا راه طويل راه جاي تحت الركبه، للاسف فيه ثلاثه القطع فقط اللي كاينين فيه ما كاينش اكثر، ثلاثه البياسات فقط اللي كاينين، وراه جاي وافي. انا هنا راه لابسه لاطي اون كنحس بها جايه وافيه، هذا الموديل هذا راه يلبس لاطي 46 البنات، اللي كتلبس 46 هذا الموديل راه يجيها يجيها غزال. هانتوما من اللور كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا، والقدام هكا على هذا الشكل هذا، وهذا الموتيف هكا ديال الجويب، كاينه واحد لابوند هكا في النواغ كتجي هكا في الجناب. المهم فيه لا طاي اون، هذا باينه مولاتو يعني مبيوع من دابا، شوف هنا شنو باقي، وكاينين جوج ديال الدب، جوج قطع اخرين كيلبسوا لا طاي 44 46 البنات 44 و46. هذا لا طاي اون راه مبيوعه. انا عارفه مبيوعه صحيبتي وعارفه الذوق ديالها. كيفاش كتعرفي لا طاي ديالك؟ المهم ما كنتيش عارفه لا طاي ديالك غادي تقول لي تقريبا الغط عبري لي بحال هكا الكتمه ديالك، ولا المهم على حسب لو موديل كتعبري لي الكتاف من الكتف للكتف من الباط للباط، كتقولي تقريبا شحال فيك في الوزن وفي الطول، انا ديك الساعه راه كنعرف لا طاي اللي غادي تكون مناسبه، ولكن اكثر حاجه كنبازي عليها هي العبار.
واحد المايك. ما فهمتش حسناء خلفي، والله ما فهمتها. واحد المايك وعطيني اتصال راك ما تحمقي فينا. ما فهمتكش يا حبيبتي حسناء. قلت لك غنبقى عاقله عليك مزيان حيت كنيتك بحال كنيت صاحبتي. ضروري تشرحي لي هاد لو كومونتير ديالك. خاصنا نفرحو حنا اللي كنلبسو لاطاي كبيره. شوفوا ما بتيهم طاي كبيره طاي صغيره، الواحد يفرح بصحيحته اللي عاطيه الله سبحانه وتعالى. لا هذا غادي يجي قدك حبيبتي، اللي كتلبس لاطاي 46 غادي يجيها مزيان. وفيه كي قلت لكم جوج القطع فقط اللي كاينين هنا. انا لابسه لاطاي 42 وراها مازال وافيه، راه يلبس حتى 44. هذا الواحد راه تلبس فيه حتى 44، لاطاي ديالو وافيه بزاف. غادي ندوز لكم البنات التونيكات. غادي نبقاو مع نفس لاماغ البنات، يعني نفس لاماغ غير دابا كنا في لي زونسومبل، دابا غندوزو للمود التونيكات. بالنسبه للمشكل اللي كتكون ضعيفه من الفوق عندها ليهونش، راه بطبيعه الحال غتعطيني العبار ديال ليهونش. ضروري ضروري هاد العبارات راه كلشي كنشدو ملي كنهضر مع السيده. قوي مجاهد غيكونوا في اللايف الجاي ان شاء الله. المهم هادي البنات، هاد لاتونيك هادي لبس فيها لاطاي اون، هادي من نوع ديال الحويجات اللي كيجيو وافيين من هاد لابارتي. هادي لاطاي اون جاتني شويه مزيره غير في الدرعين، غير في لابارتي ديال الدرعين فقط. شوفوا هادشي سبحان الله العظيم، هاد الاطراك واعرين. شوفوا هاد لي ديطاي اللي كاين هنايا، بدل ما تجمع من هنا ولا هذا جمعوها من هنايا. شوفوا على ديكوراطات غزال بزاف، كتجمع من هاد لابارتي هادي. المهم هذا البنات اللي تيكون عندهم مشكل ديال لي هونش بحال ما هكا، هذا راه يجيهم وافي البنات. هي لاطاي اون فيه غادي تلبس 40، ولكن المشكل فين كاين؟ في الدرعين. اما كون كانوا الدرعين ديالها واسعين شويه، راه غير هذه انا راه جاتني ومرتاحه فيها. هذه التوب ديالها لولا فيها 3 القطع فقط. انا نشوف لكم المقاسات ديالها. ثلاثة ديال القطع فقط البنات. هادي تلبس لاطاي 40، تقدر حتى 42 بالنسبة للبنات اللي كي قلت لكم راه كيكون تقريبا فيهم غير ديك
62 64 66 كيلو وتلبسوا لاطاي 42 هذه راه تجيكم مزيان. حقاش كي قلت لكم المشكل الوحيد اللي لقيتو انا لقيتو غير فهاد لابارتي ديال الدراع، اما باقي سميتو راه جات مزيانه فيها لاطاي 2 راه غادي تلبس لاطاي 42 و44. شوفوا هاد الديكور هذا عاطيها واحد لو شارم غزال، والتوب ديالها لولا جايه دو مي سيزون، ما دافيه ما بارده، جايه زوينه، جايه غايه هكا بهذا الشكل هذا طويله، فيها فتيقه صغيره هكا في الجناب. المهم البنات الموديل فيه ثلاثه د القطع فقط، جوج مقاسات 42 44 وواحد كيلبس 38 و40 ولا نقولوا غير 40 لحقاش الموديل جاي وافي من هنايا. نخاف 38 واخا هكاك تجي واسعه الا الا جمعتيها من هنايا، بالنسبه للطاي اللي بغاو ولا خدوا لطاي 38 غادي تجيك مزيانه الا جمعتيها من هنايا. انا نسيت هذه واش كتجمع جهه الصدر. المهم لطاي ان غتلبس 38، لطاي دو غتلبس 40 42 44 والواحد 38 و40. جاي غزال البنات، البنات اللي عندهم مشكل ديال لي هونش هذا عليكم به البنات، راه زيون ومستور وانيق جدا جدا، والتوب ديالو رائع جدا. هذا البنات كيبقى الثمن ديالو 350 درهم، 350 درهم في ثلاثه القطع فقط. عندو موديل اخر، كاين هاد الموديل البنات. سمحوا لي الفولار مع قوة البس قلع البس خسر. هانتوما البنات شوفوا معايا هذا الموديل غزال بزاف، كنت جبت بحالو العام اللي فات حتى هما كي قلت لكم راه ليله وحده والله العظيم ليله وحده كلهم تباعوا. هانتوما شوفوا هذا شحال غزال من هنايا، التوب ديالو غزال بزاف بزاف. هذا التوب ديالو دو مي سيزون البنات، يعني جاي دافي شويه ماشي سخون ماشي بارد، كيجي هكا على هذا الشكل من اللور سامبل نوار كله من اللور، وهكا كارو من القدام وفيه هاد الجويب هذا في الاحمر. هذا فيه لي طاي من الواحد حتى الثلاثة، لطاي واحد كتلبس 40 42، لطاي دو كتلبس 44، ولطاي تخوا كتلبس 46، يمكن 48 حتى نشوفوا العبارات ان شاء الله بالسنتيم باذن الله تعالى. المهم هذا راه فيه المقاسات حتى 46 ويمكن 48، المهم حتى نشوفوا معكم ان شاء الله المقاسات ديال الكتاف وديال الصدر. هذا اللي لابسه انا هنايا غير باش تشوفوا راه لطاي اون وفيه لطاي اون دو و تخوا. هذا الثمن ديالو البنات 400 درهم، 400 درهم البنات، شي حاجه غزاله. التوب ديالو فن. هنا راه لابسه لو بونطالون ديال الموديلات اللي كنت ديال لونسومبل اللي كانت لابسه في الاول، هذا راه لو بونطالون ديالهم. باش تشوفوا كيفاش كيجيو مع التونيكا تيجيو غزالين، كي قلت لكم هذا راه تقدروا تستغلوهم حتى مع لبسات اخرين. تقريبا نفس الموديل غير هنايا عنده جويب هكا سامبل، فيها الضريبه هكا
ديال الكوير هنايا، هنا كوير كيجي هكا من سميتو، وعندو هنا التحت ديالو نوار، وفيه هاد جوج سنيسلات هكا في اللور. المهم كيشبه ليه، ولكن كاين فيه دي ديتاي اخرين مختلفين عليه، لكن كنبقاو في نفس لوتام. هذا حتى هو البنات 400 درهم، فيه المقاسات من الواحد حتى الثلاثة، 48 فيه ثلاثة فيه بلاتي، غنشوف العبار ديالها تقريبا شحال فيها في الصدر. المهم لطيت خوارة فيها في الصدر 61 سنتيم، راه تلبس لطيت 48، لطيت 48 راه تلبسها هادي. كي قلت لكم حتى نشوف معاكم ان شاء الله المقاسات بالسنتيم، كاين هذا وكاين هذا، راه وريتكم الفرق بيناتهم. هذا طويل عليه، هذا جاي طويل على الاولاني، فيه هاد جوج سنيسلات هكا في الجناب. هذا كله جاي سامبل، هذا فيه هاد الجويب الاحمر هنا سامبل، وفيه الكوير هكا من الجناب، وهنا جاي نواغ من التحت. كيبقاو هادو فيهم مقاسات كي قلت لكم من الواحد حتى الثلاثه، كيبقى ب 400 درهم فقط البنات، حتى هو شي حاجه اللي غزاله، نفس الثمن ديال العام اللي فات. غادي نلبس لكم هذا الموديل هذا دغيا، حتى هو زويون بزاف. البنات شوفوا كيفاش كيجي، كي قلت لكم جا مع السروال، يعني بحال هكا اللي خدات شي اونصومبل، بحال هكا بهاد لو بونطالون خدات مع التونيكات، ما تحتاجش تاخذ لهم السروال، كيجي معاهم فنيون. المهم كاين هاد الموديل جاي على هاد الشكل، هذا على شكل قبيه، هانتوما اللور ديالو كيجي هكا على هاد الشكل، الا بديتو ليه البال راه فيه توب، كيجي فوق التوب هكا، وكيجي فيه واحد الفتيقه، كيجي هنا هاد لابارتي هادي قطن، وهاد لابارتي هادي توب اخر. المهم هو ماشي كخيب، ماشي ليكرا، ولكن واحد التوب لي هو زويون وكيصبر، يعني صبر للصابون، كيصبر يعني صبر للدمير. خصوصا انه هاد الموديلات اللي هي كاجوال يعني ديال الاستعمال اليومي، خاص التوب ديالك يكون كيصبر. القدام كيجي فيها هاد لابوند هكا هنايا على بحال شكل شوميزة هنايا، شتيها بحال لابسه شي شوميزه ولابسه فوق منها هذا الشيء، بحال راه كي لابسه دو بيس. هانتوما شوف كيفاش جمع السروال، جاي غزيول، قلت لكم راه كيجي بالقب ديالو، لا القطعه شتو هكا تجي جايه هكا طويله، مايسترو ستيل مايسترو، تجي هكا شويه طويله من اللور. كاين فيها هاد الهويه اللي لابسه انايا، كاين فيها نوار، نواغ راه كتجي كلها نواغ من الفوق حتى لتحت، شتو هاد القطعه اللي قلت لكم تجي هكا على هاد الشكل. هذا الموديل راه طويل، راه جاي فايت الركبه، دائما كيجي بالكابيشون ديالو، هذا النواغ ديالو البنات، ديرو السكري دائما كيجي بحال راه دو بياس، وحده فوق وحده. كاين الكري فاتح، لابوند كتجي هكا فليديدات جاية جامعة باش كتعطي واحد ستيلي شوية سبور. هذا الكري فاتح، حاولوا ديرو سكرين باش تختاروا اللون اللي بغيتو. هذا الكري غامق، ديجا هاد اللويين مشات من واحد البياسة، كري غامق بقات ليا فيه بياسة وحدة. هاد الشيبوش اللي وريتكم فيه جوج 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 قطع،
كاين هاد الخضيضر، شوفوا لو ميكس ديال الخضر والنوار شحال جاي حلو فليون متميز. توب ما كايناش نشكروا لكم كل مره، توب ديالهم رائع جدا، ديال هاد لا مارك توب ديالها فن. وكاين هاد الزريق هذا غامق حتى هو كيجي ميكسي مع النوار، هانتوما شوفوا التوب كيفاش جاي طايح بوحدو فليون. هذا فيه المقاسات 8 و لا طاي اون ولا طاي دو، لا طاي اون راه كتلبس 40 42 والدو كتلبس 44، لا طاي دو كتلبس 44. هادو هما اللوينات ديالو. خاصني كنفكر واش نلبس واش ما نلبس، صافي كنوصل لواحد الوقيته كنعيا من قلع لبس قلع لبس كي ما بقاش بزاف. غادي نكمل صبري، شحال باقي؟ باقي جوج لي موديل، لا ثلاثه ثلاثه، صبروا معايا نلبس لكم هذا. هانتوما البنات شوفوا معايا هذا الموديل غزال، هادشي سامبل وزوين بزاف. هانتوما شوفوا القصه ديالو كيفاش جايه دايره، كتجي هكا مجموعه هنايا من التحت كتجي شويه مجموعه باش كتعطي هاد النفخه هكا هنايا، جاي زويون. شفتوا كي كيجي في اللبسه الكول ديالو كيجي هكا على هاد الشكل هذا، راه بعيد على العنق ولكن عنده واحد الموتيف اللي زويون بزاف. توب غن واش كيفاش نشرح لكم التوب ديالو كيفاش داير، واحد الملمس عنده في شي شكل زوين هنايا. عرفتش بحال التوب ديال البوركيني بشي حاجه بحال ما هكا، المهم التوب ديالو غزال بزاف. نحاول ندخل الفولار فيه باش نوريكم كيفاش كيجي. وراه ما تيخنقش، هانتوما راه بعيد بزاف، وحتى هذه راه كتحكموا فيها، غير بغيت نوريكم الموتيف كيفاش كيجي. نفس التوب كيتعاود هنايا فهاد لابارتي ديال الجياب، كتعاود بهادي واخا هي راه غير ديكور ما عندهاش حتى شي معنى ولكن عطي واحد الشارم زوين. واللبسه لي ديدات هكا كيجيو مجموعين هكا باندا، القصه ديال الموديل هكا على هاد الشكل هذا عجبتني بزاف باش عطات واحد لا فورم زوينه لو كور، كتبان لو كور كيبان هكا على هاد الشكل هذا. بالنسبه للبنات هاد لا فورم هادي غادي تعجب البنات، طاي 38 40 بحال هكا 42 بحالي انايا غادي تعجبهم بزاف. المهم انا هنا لابسه لا طاي اون، في لا طاي اون ولا طاي دو. لا طاي اون كيف ما العاده راه كتلبس لا طاي 40 و 42 ولا طاي دو غادي تلبس 44. عجبتني القصه ديالو سامبل ولكن حليلو بزاف بزاف، حليلو في التوب ديالو فهاد لي بيتي ديطاي اللي فيه فهاد القصه هادي جايه زوينه بزاف. يجي هكا على هاد الشكل هذا من اللور، انا ما عرفتش واش كيجا من اللور غادي نوريكم كنحاول نبين لكم بحال راكم هنايا. بالنسبه للناس اللي بعاد، بالنسبه للناس اللي قراب راه بطبيعه الحال يقدروا يجيو، مرحبا بهم. الموديل متوفر بجوج ديال اللوينات فقط، كاين هاد لا كولور هادي ما هي زرق ما هو غري فشي شكل هاد لا كولور، المهم بين الغري والزرق. وكاينه هاد لا كولور هادي كاشيري كيف ما كتشوفوا
عندها هاد الموتيف اللي بينت لكم هنايا في البلو مارين، شفتوها تجي غزاله بزاف بزاف. كاين فيه جوج تلوينات فقط، المقاسات من 40 حتى ل 44، 40 42 44، جوج تلوينات فقط، الثمن ديالو 350 درهم. انا البنات راه كنحاول نلبس لاطاي صغيره فيهم غير باش يبان لكم القد ديال لو موديل. ديك الساعه راه كتشوفوا لاطاي اون ولا دو، نتوما ديك الساعه تعرفوا اللي واتاكم انطلاقا من اللبسه ديالي انايا. المهم انا هنا راه كنلبس لكم لاطاي صغيره كاع، لاطاي ديالهم راه ما صغاريش، راهم مزيانين، خصوصا كي قلت لكم انا راه واخا هكاك راه 42 راه فتها شويه. هاد الموديل لبست فيه لاطاي اون ولكن جات صغيره، غتصبروا عليا حتى نبدلها، حقاش غير مونجا مزير ما غاديش يبان لكم مزيان، من الاحسن نبدلها. هانتوما البنات شوفوا معايا هذا الموديل رائع جدا، وانا صراحه قلت لكم من عشاق الالوان الناريه، الغوج بغيك لا موطارد كيحمقوني، وشفتو ملي كيتميكسو مع النوار تيجيو زوينين بزاف. هذا الموديل اختاريت نلبس لكم فيه الصفر موطارد، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي. هنا راه لبست لكم لاطاي دو، موديل جاي شويه طايتو صغيره. لاطاي اون فيه راه غادي تلبس 38 و 40، لاطاي دو غتلبس لاطاي 42. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، جاي غزال بزاف. هاد الموديل البنات راه عندي فيه 6 ديال القطع فقط، فيه 3 ديال اللوينات كل لون فيه جوج القطع. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي، هذا راه كوير، هنا هادو كلهم كوير، كلهم توب ديالهم فن فن فن، والله العظيم البنات عرفتي تونيكات واعرين واعرين، ديزونسومبل واعرين، التوب ديالهم كيحمق. انا والله العظيم قليل فاش كنبدا نشكر شي حاجه هكا بزاف، ردوا لي ملي كنانسيستي ليكم على الجوده ديال التوب فريمون راه شي حاجه واعره واعره واعره. هادو البنات غزال التوب ديالهم شي حاجه كتحمق، الجوده ديالو عاليه جدا، الطول ديالو هانتوما شفتو كيجي تحت الركبه. كاين فيها البنات هاد اللون هذا لا مونطارد، وكاين فيه الكري هكا فاتح والكري غامق، ثلاثة ديال اللوينات فقط اللي جاو في هذا الموديل. هذا كيجيو هكا على هذا الشكل، جوج في هذا اللون، جوج في هذا، جوج في هذا، فيه المقاسات من 38 حتى 42. نتوما البنات غير ردوا البال معايا الهضره اللي كنقول لكم باش تعرفوا المقاس اللي غادي يناسبكم. غادي ندوز لكم لاخر موديل،
هذا البنات اخر موديل في اللايف ديال اليوم، حتى هو موديل رائع جدا، جاي سبور، جاي حتى هو فشي شكل متميز. انا هنا لابسه البنات لا طيب اون، عجبتني الصراحه هاد الفصال اللي كتجي جايه هكا مجموعه من هنا، عجبتني حيت كتعطيك قلت لكم لا فورم واحد الشكل اللي هو زوين بلا ما يكون معيق بلا ما يكون فاضح، ولكن كتعطي واحد الشكل زوين. المهم البنات فيها هاد الموتيف هكا ديال الجويبات هنايا، كيجي هكا مجموع من هنا من الليديدات مجموع من التحت، وعندها القبيب كيجي هكا على هاد الشكل هذا، القب ديالها كي حتى هو داير بحال كيف ما هذاك اللي كان قبل منه عنده هنايا كول مونطي نفس الثوب. نحاول نقرب لكم، عطي داير بحال شي ثوب ديال البوركيني ما عرفتش، كاين واحد الثوب اللي هو زويون، شي حاجه اللي غزاله والجوده ديالها ممتازه جدا جدا. الطول ديالهم البنات راه كيجي فوق الركبه بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش الطول بزاف، الا لاحظتوا راه كلهم جاوا مع هاد السريولات هادو ديال لي زونسومبل اللي كنت وريتكم قبل، راه جاوا معاهم زويونين. كاين البنات فيهم هاد اللوين هذا اللي لابسه انايا، كاين فيهم هاد الزرق دائما كيجي فيه الضريبه هكا ديال النوار القب في الكري، هذا الزرق ديالو. انا هنا البنات راه لابسه لاطاي اون، لاطاي اون غادي تلبس لاطاي 38 على ما اظن، واخا هكاك راه ما وافيش بزاف البنات اللي كيلبسوا لاطاي 38 تيعجبهم شي حاجه اوفر سايز، تقدروا تاخذوا هذا لاطاي 38 40، لاطاي دو غادي تلبس لاطاي 42 و44. كاينه فيه هاد الصفير هذا مضروب هكا بالكري من الجناب، والقبيب ديالو جاي بلو نفس البلو كيجي هكا في هاد لابارتي هكا ديال الجويبات، رائع جدا جدا. غادي ديري ليه سروال في الكري على هاد الشكل هذا، شتي بحال كدابا اللي خدات هذا وبغات تاخد معاه هذا، راه السروال غادي تستغلو على كلا الجهتين بحال راه كي لابسه اونسومبل. هانتي دابا خديتي غير هذا والسروال ديال هادي ينفعك مع هادي، هانتي بحال كي قلت لك خديتي اونسومبل جوج ديال لي زونسومبل. كاين هاد لاموطارد وكاين هاد الباج هذا تا هو مضروب بالنواغ، راه غادي يجي مع سروال نواغ فني ون بزاف. المهم هادو هما اربعة اللوينات اللي كاينين في هاد الموديل، هذا الباج الموطارد والزريق، الثمن ديالهم 350 درهم فقط، 350 درهم. راه حاولت قلت لكم نحافظ على نفس الأثمنة ديال العام اللي فات، مع انه الاسعار راه تزادت. كانت هذه هي الكوليكسيون ديال هاد اللايف ديال اليوم، كوليكسيون كلها اللي هي سبور و 2016 اللي عندها لي هونشي اللي كانت ضعيفه من الفوق وعندها لي هونش، يعني تعطيني العبار ديال وما تعبريش على راسك، عبري لا تونيك ديالك، لا تونيك اللي كتجيك مناسبه بحال هكا وشديها وعبريها ليا من هاد غتشدي بحال هكا تحسبي بشحال هبطتي من هنا للفوق، كتقولي بحال هكا هبط ب 53 سنتيم، وكتعبري من الخياطه للخياطه كتشوفي شحال فيها، وانا غادي نعطيك يعني غنعطيك خطا في العبار ان شاء الله. الله يحفظك حبيبتي، الله يطول لي عمرك، رائع جدا راقي اللبس بزاف، الله يحفظك حبيبتي اخلاص. تعطلتي شويه حنان هاد لا مارك توبه واعر ماها راه خليت لك الكتمه ديالك ما عرفتش شفتيها ولا لا، نعاود نوريها لك. هي اللي وصلتيني عليها من العام اللي فات، تبغاتي سروال يكون مجموع من التحت والباج، يا قلتي كيحمقك الباج وفي ضريبه ديال الحمن يلاه في داكشي كاع كلشي اللي بغيتي. المهم هذه هي ديالك خبيتها لك تكون فيرمي ليا، الله يحفظك ليا حبيبتي. كلشي زوين حتى نتوما غزالات البنات. المهم كانت هذه هي الكوليكسيون ديال اليوم، كي قلت لكم كوليكسيون اللي هي 2016 لايقه للربيع، فيها موديلات اللي رايقه للربيع والصيف، هما اون جينيرال كيليقوا حتى للصيف،
غير مع دابا مثلا بغيوش عاوتاني شي حاجه اللي صيفيه صيفيه، هادو راهم لايقين الجو ديال دابا ان شاء الله، وغادي يبقوا معاكم حتى الصيف باذن الله تعالى. موديلات روعه، التوب ديالها خطير جدا جدا جدا، كميه كي قلت لكم راها جد محدوده. اي موديل وريت لكم فيه جوج القطع فقط، واخا هي كي قلت لكم شفتوا التشكيله راها منوعه، ولكن كميه ديال كل موديل راها محدوده في جوج القطع فقط او ثلاثه لا اكثر. المهم نتمنى الموديلات تكون عجبتكم البنات، نتمنى انا كنت خفيفه على قلوبكم، خليت لكم الراحه وامسيه سعيده، واحبكم في الله، مع السلامه.